نحن اليوم قررنا نحضر البقلاوة. البقلاوة التركية. تركية. هي البقلاوة التركية بالذات لأنه طريقة التقطيع وطريقة تسقية القطر وهيك أنا متبعة الطريقة التركية. في عدة طرق ربما. في عدة طرق. في طبعاً الطريقة نحكي الشرقية اللي هي يعني السورية اللبنانية وفي الطريقة التركية وفي كمان يونانية. البقلاوة اليونانية كتير معروفة. طب بدي بس أكشف لك سر. بعتذر. أنا وجاي هون زميلتنا كمان بالتي في عم بتوزع كانت بقلاوة بفوز المغرب بلدها بقى تناولت واحدة صغيرة بالعكس أحسن عشان تقارن عشان تقارن أنا خليت ورقتي هون إيه للاحتياط عشان للاحتياط عشان أي حدا قلبه ضعيف وفكر مزبوط. إنه يجي يتراجع يعني مش بس هيك يعني بده يحسب اليوم بالكالوريز ما. وبالسعرات الحرارية هذه الفقرة مش لإلها أنا بس بستقبل الشجعان اليوم الشجعان اليوم الأبطال عن جد الأبطال يلا لنبدأ مش قادرة أحكي لك قديش الوصفة سهلة أوكي عن جد سهلة هلأ أنا طول الصبح وأنا عم بحاول أحفظ اسمها التركي لأنها صاحبة ماما تركية وعلمتني إياه بس نسيته فأنت دمت أنا آسفة حاولت إني أحكي بس أنا راح عن بالي الاسم تماماً يمكن الفقرة الجاية أتذكر أحكي أوكي هلأ هاي عنا إياها عجينة البقلاوة أوكي هي بتيجي هيك شرحات طويلة وانت قطعتيها على قد الصينية هلا اللي عملته اني سويت هيك حطيت الصينية وقطعت عليها وحتى اقدر اشيل الزوايد من الاطراف اوكي التقطيع مش لازم يكون كتير مرتب ولا انه يعني كتير عشوائي اوكي هدول القطع ما منكبهم رح اخليهم نعمل فيهم هلا رح اوريك كيف رح استخدمهم بنفس الـ يعني نفس الـ هلا وانا عم بعمل فيها للصينيه اوكي سو هي نحن بنشتريها جاهزه وعندها انت وضعت الطبقات فوق بعضهم ولا لا هي بتجي هيك بتيجي. خلص هي بيجي في بيناتها روعة. طبقات نشا روعه هلا انا قلت لك هي كتير سهله يعني عن جد سهله هلا بدي اعد 10 طبقات اوكي اوكي فانا رح احط هلا اول طبقه بس قبل ما احطها بدي احط يعني يدوب شوية سمنة بكعب الصينية فبس أنا هيك رح أعمل أوكي أنت كنت هون دوبتي سمنة حيوانية هاي يعني حصرا ممنوع نستخدم السمنة النباتية ممكن نستخدم الزبدة بس إذا استخدمنا الزبدة رح تكون يعني مش الأصلية بس لحتى نقول للمشاهدين هون السمنة دوبت وهون هذا القطر هلا انا رح احكي لك مقادير القطر واحنا عم نشتغل أوكي بس هون سمنه فقط ما فيها اي شيء سمنه حيوانيه انا بس اني دوبتها لاني بدي اياها تكون سائله اوكي هلا وانا عم بعمل هون رح اقول لك شوي عن القطر القطر ميلاد عباره هو قطر سميك شو يعني سميك يعني مقدار السكر اكثر من مقدار القطر هلا عندك القطر عده مراحل في القطر الخفيف القطر الوسط القطر السميك حلويات مثل الكنافه والحلويات اللي هي نحكي البقلاوه وهي الانواع بتحتاج لقطر سميك اللي هو لكل كاسه مي كاستين سكر بالعاده هلا القطر الخفيف اللي انا بستخدمه للكيك كل كاسه مي كاسه سكر اوكي قطر الحلويات العاديه كاسه مي كاسه ونص سكر هلا هو... كاستين سكر لكاسه مي يعني بالزبط. ليطلع لزج اكثر وسميك اكثر بالضبط نعم فهلا أوكي. انا عملت 4 كاسات كل سكر وكاستين مي استخدمتهم هلا يمكن ما احتاج كل الكميه ببقي معي اخر شيء اوكي فهلا انا حطيت اول طبقه رح احط كمان واحده وهلا بدي اورجيك كيف ممكن اني احتاج الزوايد أوكي. هلا في ناس بتدهن سمنه ما بين كل طبقه والثانيه انا بقول لك ما في داعي لا الطريقه الصح ان ما ندهن بين كل طبقه والثانيه الطريقه الصح انه بالنهايه احط هلا شايف هدول الفتافيت الزوائد رح اقدر اني استخدمهم باني اعمل طبقات ليه لانه اللي من تحت ما حتبين صحيح اللي من فوق لا لازم ورقه كامله لانه بدي اياها تطلع مورقه اللي من تحت هيك رح تكون بالقاع اصلا بالنص ما رح تبين نستفيد والقطر حيكبسها صحيح فإحنا بنقدر نستخدم هدول الزوائد حتى نعمل طبقة كاملة فأنا رح أعمل بس طبقة واحدة فيهم منهم أوكي يعني هيدا اعتبرتيها هي الطبقة الثالثة صح؟ بالضبط هلأ بدي أعد كمان 7 أي 7 طبقات هيدا أشوف أنا إذا بساعدك بشي يلا أنا حاسس حالي أنه 3 ما هو إحنا اللي بده ياكل لازم يكون تعبان بالأكل بعدين بتعدي 7 وتاخديهم 10 3 أوكي 4 5 بس نحاولت شوي 6 وهي 7 اوكي هي 7 و3 صرنا 10 وما حطيتي شيء بيناتهم ولا اي شيء هلا اللي رح اعمله بدي انزل الاطراف شوف كيف هيك ايه عم بنزل الاطراف لاني ما بدي اياهم يغطوا على الحشوه لما الحشوه تنهض اوكي فانا عم بس بايدي مش اني عم بقطع او بقصقص لانهم اوريدي هم مقصوصين تقريبا على حجم الصينيه صحيح عشان هيك قلت لك القص مش لازم يكون كثير مرتب تمام
تمام. هلا بدنا ندير بالنا منه انه العجين مجرد ما نوقف شغل فيها لازم تتغطى مباشره، بتنشف بسرعه مش معقوله. اوكي، هاي العجينه هي عجينه البقلاوه او بيحكولها الفيلو باستري يلي موجوده وين ما كان وفيهم يجيبوا بالسوبر ماركتات، بتكون مجمده. اوكي اوكي، هلا انا رح استخدم الحشوه عندي اياها حتكون جوز هالمره. عملت البلفستو، هلا رح اعمل الجوز. صحيح، هلا انا ما كنت حاطه بالمقادير، بس هلا وانا عم بعملها بقول جوز قرفه كثير زبطين على بعض، حطيت فقررت اني اضيف معلقه قرفه. اوه، يعني هلا عم ناكل بقلاوه على معمول على كومبينيشن خطير. كومبينيشن خطيره. هلا اللي رح اعمله، رح اكون احط عليهم معلقه كبيره من السكر. سكر بيزبط سكر اسمر ولا بفضل سكر ابيض؟ ما بفرق، مش حيفرق، بس انت هم عم بدور على طعمه الكرمله. صح، حتى انا اعطيني كيف؟ على السريع اقنعتك. ما تفتح تمك. لا بالعكس. ومعلقه واحدة مي. مي بس. ليه بدنا نعجنهم؟ بدي اعجنهم. هاي معلقه المي رح تعجن لي اياها، تخليها عجين. أوكي. هلا كمان فكره هلا خطرت على بالي، انه مثلا بدال المي ممكن احط ماء ورد، لانه جوز. فالجوز بيلبق معاه صح ماء الورد. مي ورد بحشوه، يعني حتى في ناس بالمعمول بتحط مي ورد. مزبوط، بس طبعا يعني هاي اضافات انا هلا عم تطلع معي. نعم. يعني انا عم شم ريحه، لانه انت كمان عم تحضري شيء بهذا. مزبوط. في شيء لازم نشوفه، خليني افقدها بعد ماشي حالها. ممتازه، رح تكون لما نخلص هون حتكون جاهزه حتى نعمل الحركه لأنه السريه. في عندك تقريبا حوالي 100 شخص عم ناطر. انا خايفه. انا كمان. اوكي، هلا شوف كيف. اوكي، حنسكبها هون بهالبساطه. ولا اي شيء. حطيت الحشوة، بعدين لازم اكبسها بإيدي منيح كتير، فأنا بدي أطلب منك تكبسها عبين ما أنا أختار كمان 10 قطع تانيين، لأنه عندنا تقريباً 3 دقايق قبل ما تنتهي فقرتنا ونكون خالصين. سو نحن هلأ كمان 10 تانيين من فوق، صح؟ يس، كمان 10 من فوق حيكون. هل قد بسيطة؟ تخيل شو سهلة؟ بس هي كارثة، يعني بصير واحد فيه يحضرها بأي وقت. بأي وقت. هي مشكلتها انها كثير سهله واكلها كثير سهل. ويا حبيبي بعدين شو بصير فيها. هلا انا اوريدي مقطعه هون كمان القطع، رح اسحب منهم 10 كمان، 5 6 7 8 9 10. 10 تحت و10 فوق. ولهلا انت شفتني انا ما حطيت ولا اي شيء. مزبوط. هلا طريقه التقطيع كمان. بدي اياك لو سمحت تضغطها وتدخل هدول الاطراف لجوا. ايوه، يعني أوكي. حاول دخلها بايدك لجوا. اوكي، انا رح البس جلوبس ثانيه واقطعها لاورجيك كيف طريقه التقطيع المضبوطه. يلي بده ياكل بده ما يحسب يتعب. يحضر. يعني ميلاد يا جماعه حيطلع له 3 قطع من كل صينيه قطعه، لانه انا بفكر وحده هي هلا اخذها معي. بيطلع لك. اوكي، هلا شوف شو حاعمل. رح اجيب هاي الدائره هون بالنص وبدي اقطع قطاعه دائريه صغيره بس. أوكي. ليه هاي رح تكون رح تساعدني احدد السنتر. أوكي. واعمل المثلثات. هلا بنقطع هيك، بنحاول نوصل لتحت قد ما بنقدر من غير ما نجرح الصينيه. اوكي، هيك بعدين نعملها. حاسه حالي معلم محلات حلويات. على فكره بس يعني رائع الشغل بالحلويات عن جد. هلا شوف، كل ربع بدي اقسم، احط له اقسمه اسمين، يعني صار عندنا كل 3 بالضبط. هينا قربت اخلصها. بالضبط. عشان لازم اقسمها كامله قبل. أوكي. قبل ما اسقيها بالسمنه. هلا بدنا نسقيها. هلا لازم تتسقى قبل ما تفوت على الفرن. عندنا دقيقتين بنلحق نسقيها. بلحق وزياده. بدك ساعدك بشيء؟ لو سمحت هلا جهز لي السمنه. لا مش هيك، حتنحط كلها. كلها؟ كلها. هدول 240 جرام سمنه، انا موزنيتهم. لا لا الصينية. انا بدي للصينيه ال 240 كاملين. سقي يا معلم. يلا هيدا الحلاوات. ايوه. اوه. عن جد فعل. هلا بدنا نرفع اليافطه. هلا اصحاب القلوب الضائعة هي كلها؟ كلها. لا تخاف، لا تخاف. يا ربنا. اقيس حرارتك؟ لا انا يعني ما كنت عارف صراحة انه هالقد هالسمنة لهال. طبعا. فهي سقيتها، هلا رح تشربها مباشرة بوديها على الفرن. على الفرن. هلا الصينية اللي عندي بالفرن صارت جاهزة. فأنا رح أطلعها وبعد إذنك تحط الصينية الثانية ورح أستناك تيجي تشوف هالمنظر. أوف.
كشف لي هيك. هون الجمال. يلا جاهز. هيدا الجمال. واحد تقريبا بتخيل رح تاخذ ثلاث كفاكير من القطر. من القطر. بس يلا بسم الله. اوكي. كيف كيف عم تشربوا من الاطراف؟ شايف؟ فعليا شايف ما يحدث الان عم بتنفش وعم تفتح؟ صحيح. يا هلا بحس انا ليه يلي بيشتغلوا بالحلويات بيبقوا مبسوطين عند هالمنظر الحلو. يعني في واحد يشوف هالمنظر وما يفرح؟ وصحتين والف هنا. وهي النتيجه النهائيه.